بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب دبلوم العلوم الإدارية للعام 2021، مرحبا بكم في أولى محاضراتنا عن بعد في القسم الثاني من مادة الإدارة العامة والمتعلق تحديدا بنشاط الإدارة العامة. طبعا زميلتي العزيزة دكتورة نور عيسى سبق وأن تعرضت معكم لمفهوم الإدارة العامة في معرض شرحها لأسس الإدارة العامة بوجه عام، ولكن ده لا يمنع من التطرق لطبيعة العلاقة ما بين الأيديولوجيا التي تعتنقها الدولة من ناحية، والحكومة بصفتها المسؤولة عن رسم السياسة العليا للدولة من ناحية أخرى، والإدارة العامة بصفتها المسؤولة عن تنظيم الحياة اليومية للمجتمع من ناحية ثالثة وأخيرة. ولو تتبعنا الأيديولوجيات اللي بتعتنقها أغلب دول العالم في آخر 200 سنة هنلاقي إنهم بينحصروا في ثلاث أيديولوجيات أو ثلاث مذاهب، هما المذهب الفردي والمذهب الماركسي والمذهب الاشتراكي. طبعا المذهب الفردي زي ما هو واضح من الاسم بيقدس حرية الأفراد سواء فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي أو النشاط الاجتماعي والنشاط الاقتصادي، وبالتالي فالدول المعتنقة لهذا المذهب اللي احنا بنسميها الدول الرأسمالية بتلتزم كقاعدة عامة بترك الحرية للأفراد بأكبر شكل ممكن، ولا تتدخل إلا على سبيل الاستثناء. يعني الدولة في اللي بتعتنق المذهب الفردي بيكون القاعدة العامة عندها هي إن الأفراد أحرار في ممارسة الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأنشطة الاجتماعية والحريات الشخصية، أما الدولة فلا تتدخل إلا على سبيل الاستثناء. أما المذهب الماركسي اللي بتعتنق الدول ذات التوجه الشيوعي فهو مذهب معاكس تماما للمذهب الفردي، لأنه بيتأسس على وجوب تدخل الدولة في كافة المجالات والأقصى درجة سواء فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي أو المجال الاقتصادي، وأهم وسائل هذا التدخل هو احتكار الدولة لملكية أدوات الإنتاج، وده بيستتبع بالضرورة تدخل الدولة بشكل كبير في تنظيم النشاط الاجتماعي والسياسي للأفراد، وكل ده طبعا بهدف القضاء على الفروق ما بين الطبقات. لكن هذا المذهب لا يوجد له تطبيقات قائمة في الوقت الحالي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي اللي هو كان المثال الأشهر على تبني الدولة للفكر الماركسي الحرفي. يعني حاليا حتى لو فيه بعض التجليات للفكر الماركسي اللي الدول بتستخدمها لكنها تظل تجليات، لكنها ليست تطبيق فعلي للنظرية الماركسية. وطبعا ده بسبب ان التطبيقات العملية كلها اللي حصلت للمذهب الماركسي اثبتت فشلها في الواقع العملي، لانه مذهب مثالي، مذهب يستهدف انهاء الطبقية بشكل كامل، وده شيء يتعارض مع الطبيعة الانسانية. الطبيعة الانسانية فيها تفاوت، فيها فروقات، وبالتالي اي مجتمع سوف ينقسم طبقيا مهما عملنا. ولهذا السبب ظهر المذهب الثالث اللي هو المذهب الاشتراكي، لانه مذهب توفيقي. يعني ايه توفيقي؟ يعني بيحاول انه يجمع ما بين مميزات المذهب الرأسمالي ومميزات المذهب الشيوعي مع تلافي عيوب كل منهما بقدر المستطاع. وده بيحصل ازاي؟ بيحصل من خلال تدخل الدولة في بعض الاحيان من اجل تقليل الفجوة الطبقية. يعني هنا في المذهب الاشتراكي في محاولة لتقليل الفجوة بين الطبقات، لكنها ليست محاولة لإنهاء الطبقية بشكل كامل، وفي نفس الوقت بتترك هامش كبير من الحرية للأفراد في بعض المجالات الاجتماعية والاقتصادية. طبعا مش بشكل كبير زي الدول الرأسمالية، وعشان كده بنقول هي محاولة توفيقية. المذهب الاشتراكي هو مذهب توفيقي. طيب ده أو هذا فيما يتعلق بالمذهب الفكري الحاكم للدول.
طيب ليه بنقول حاكم؟ ليه بنقول مذهب حاكم؟ لأنه هو المصدر الأساسي اللي بتستقي منه الحكومات سياستها العامة، واللي بدورها اللي هي السياسات العامة للدولة بتحكم الإدارة خلال عملها على تنظيم الحياة اليومية لأفراد المجتمع. ولو دققنا النظر في أسس المذاهب الثلاثة هنلاقي إنها بتتعلق بأمرين، وهما واحد تنظيم الأوضاع الاجتماعية، اثنين المحافظة على الثروة المشتركة لأفراد الشعب. وده بيعني إن الإدارة العامة بوصفها المحتك المباشر بالشعب بأفراد الشعب لازم تعمل على تحقيق هذين الهدفين في ضوء إيه؟ في ضوء السياسة العامة اللي وضعتها الحكومة. طيب السياسة العامة الحكومة استقتها منين؟ استقتها من المذهب الذي تتبناه الدولة. طيب إذا كان موضوعنا الأساسي هو الإدارة العامة، وفهمنا إن الإدارة العامة بتتأثر بالسياسة العامة للحكومة وبالمذهب الذي تعتنقه الدولة، هل بس هذين العنصرين هم اللي بيأثروا على الإدارة العامة؟ لا طبعا، يعني الإدارة العامة وهي بتشتغل وهي بتحتك بالمواطن وهي بتنظم أمور المواطن متأثرة بالسياسة العامة طبعا، متأثرة بالمذهب اللي تعتنقه الدولة طبعا، ولكن في عناصر أخرى كثيرة بتؤثر على عمل الإدارة العامة. احنا عرفنا الأهداف، أهداف الإدارة العامة، الهدفين اللي قلناهم من شوية، لكن عمل الإدارة العامة بيتأثر بعوامل أخرى كثيرة زي العناصر البشرية المكونة للإدارة العامة، البيئة الاجتماعية والقانونية اللي بتعمل فيها الإدارة العامة. ولهذه الأسباب فضلت تقسيم هذا الجزء لموضوعين أساسيين. الموضوع الأول هنستعرض فيه أهداف الإدارة العامة، والجزء الثاني هنستعرض فيه عناصر الإدارة العامة ومكوناتها. وده كان تمهيد ضروري قبل ما نبدأ في استعراض هذه الموضوعات. وطبعا احنا هنلتقي وجها لوجه إن شاء الله يوم الخميس القادم تقريبا موافق يوم 15/4، وهنكون لسه في بداية شهر رمضان الكريم. وأتمنى من طلابنا الأعزاء الحرص على التواجد في هذه المحاضرة. طبعا احنا عارفين ان السنة الدراسية هذا العام تأثرا بظروف الوباء المنتشر حاليا المدة الزمنية قصيرة جدا، كل المدة المتاحة لنا شهرين منهم شهر رمضان، فده هيمثل ضغط علينا في الشرح. فالمحاضرة الجاية إن شاء الله اللي هتكون في المدرج هتكون مهمة جدا بالنسبة لنا، هنحط فيها النقط على الحروف عشان كلنا نعرف إيه المطلوب مننا ونعمله إزاي. فأرجو الحرص على التواجد وألقاكم على خير إن شاء الله.